الأخبار من قناة ثن من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء وكبار مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية ورئيس البنك الدولي ورئيس المجلس الأوروبي، وجلسة مباحثات مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات رئيس وفد الدولة في اجتماعات الدورة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بدراسة نقل مصنع السماد العضوي بمنطقة منقباد بأسيوط إلى خارج الكتلة السكنية. كما وجه مدبولي خلال تفقده عددا من المشروعات القومية والتنموية بأسيوط بتطوير وتنمية منطقة الجورة وإقامة تجمع سكاني عمراني على مساحة 50 فدانا. وتفقد رئيس الوزراء سير العمل في مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بجامعة أسيوط تحت الإنشاء للوقوف على حجم الأعمال المنفذة. أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن توزيع تابلت على طلاب الثانوية العامة سيتم على دفعة واحدة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل. وأوضح شوقي أن الوزارة تتسلم 100,000 جهاز كل أسبوعين من الشركة المصنعة، وفور الانتهاء من عملية الاستلام سيتم توزيعها على الطلاب دفعة واحدة حتى لا يتم تسليم مجموعة أو محافظة دون الأخرى. جاء ذلك على هامش مرافقته رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في زيارته إلى محافظة أسيوط. تفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء محمد منصور عددا من المدارس للتأكد من تنفيذ خطط انتشار الخدمات وفقا لخطة المديرية. وتحقق منصور من التواجد الأمني ووجود عناصر من الشرطة النسائية أمام مدارس الطالبات، كما كلف إدارة شرطة المرافق وشرطة التموين والتجارة بالمديرية للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات غير الصحية حرصا على سلامة الطالبات. كما التقى بعدد من مديري المدارس وأهالي الطلبة. قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و64 آخرين. كما عاقبت المحكمة 65 متهما بالسجن المشدد 15 عاما و10 أعوام ل16 متهما لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوى وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة في عام 2013 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شغب وعنف إخوان العدوى. وبرأت المحكمة 288 متهما من التهم المنسوبة إليهم. حملت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية إل 20 خلال الغارة التي شنتها إسرائيل على سوريا في 17 من سبتمبر الجاري. وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن تل أبيب أبلغت موسكو أنها بصدد تنفيذ غارات في شمال سوريا وليس في غربها، وذلك بالتزامن مع بدئها مع حالة دون إخراج الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة. وأكد كوناشينكوف أن ذلك يدل على عدم مهنية الطيارين الإسرائيليين أو على إهمال إجرامي. أعلنت الشرطة العراقية العثور على 15 عبوة ناسفة ونفقا بطول 4 كيلومترات في الحويجة. وفي كركوك أعلنت الشرطة العثور على مخبئين لتنظيم داعش يحتويان على عبوات ناسفة وبدلات عسكرية في المحافظة. تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على مواطن من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد عملية بحث دامت 3 أشهر تمكن خلالها المتهم من سرقة عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر 6 ولايات فضلا عن كندا. يذكر أن المتهم الأمريكي البالغ من العمر 27 عاما كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو في منطقة غابات بمقاطعة ريتشلاند. نهاية الموجز، إلى اللقاء.